نبداو بالمدرسة الابتدائية، نقصوا العنف والعنف ضد المرأة والعنف في الطريق والعنف في الشارع والعنف كثر في مجتمعنا بصراحة. وانتم أعرف مني سيدات والسادة، وانتم يعني حسنا فعلتم كي كان في البرنامج الممثلين للأمن الوطني والدرك الوطني، يعطيونا الصورة الحقيقية ما يجري في المجتمع، العنف بوجه عام والعنف ضد المرأة. إذن أنا نشوف باللي أهم شيء نقدروا نديروه هو هذا. ونذكر بحاجة برك الإخوان كل اللي رانا حاضرين، باللي رانا اليوم في الذكرى أيضا اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد المرأة، وأيضا الذكرى ما بوتو اللي هو العنف ضد المرأة في محاربة العنف ضد المرأة في إفريقيا اللي هو 20 سنة. أعتقد الجزائر كانت صدقت على هذا، لو المحكمة الإفريقية المنعقدة حاليا هنا في الجزائر، الجزائر تعرف حركة حقوقية نشطة هذه الأيام. إذن الموضوع يندمج ضمن الموضوع العام تاع الحركة الحقوقية النشطة، يعني راح تزورنا هذه اسمها مقررة الخاصة بمدافعين عن حقوق الإنسان. بعد ما زارنا هذا معناه انفتاح الجزائر على المحيط الدولي، وما عندناش نخبيه في حوايج. يعني أنا كي هدرت مع فول هذا دوخته وكي قلت نقوله ما عندنا واش نخبيه، قلت له حنايا مثلا، قلت له واحد الفكره بسيطه خلاص انطلقت، قلت لهم يقولوا بلي زوج كلمات فيسبوك ان جون يكتب زوج كلمات يدخل الحبس. قلت له واش قالوا لك؟ راه صحيحه الفكره هاي كاين منها، زوج كلمات فيسبوك يدخل الحبس، بصح على واش؟ واش فيهم زوج كلمات؟ قلت له اذا لقوهم باللي فيهم توجه باش يقيسوا الوحده الوطنيه. قلت انت لو كان نقول لك الفكره ما تفهم والو، لان ما عندكش مشكل في الوحده الوطنيه، انت في سويسرا ولا فرنسا ما عندكمش هذا المشكل، حنا عندنا. قلت له حنا هذه الوحده عزيزه بزاف علينا.